إنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما. فهذا هو الأردن، وطن العرب وملاذ أحرار الأمة، والمواطنة الحقيقية عندي هي الإيمان بهذا الوطن والانتماء إليه بغض النظر عما سوى ذلك، الذي عشت له ما عشت بين أصحاب الجبال العالية والهامات التي لا تنحني لغير الله سبحانه، فيظل عصيا على كل الأعاصير وعصيا على كل قوى الشر، وسأظل حريصا على مصلحة الوطن فردا وجماعة إلى أن ألقى وجه الله وكتابي بيميني. من هو الأردني؟ الجواب هو الأردني هو الذي يعتز بهوية الأردنية وبانتماء الحقيقي لهذا الوطن، والأردني هو الذي يقدم مصلحة الأردن على كل المصالح والاعتبارات. ارفع راسك فقد رفعت راية الأردن في كل محافظة ومدينة وقرية وبادية ومخيم. احتضنت الملهوفين والمظلومين. ارفع راسك لأن العالم كله يقف احتراما لك. فقد بنيت هذا البلد بيديك، وكتبت مجده وتاريخه ليكون عنوانا ناصعا لأمتنا. احنا بخير، والأردن قوي وثابت بعزيمتكم وهمتكم وكل ثقة إنه المستقبل راح يكون أحسن وإحنا معا أقوى. بارك الله فيكم، وكل عام وأنتم جميعا ووطننا الغالي بألف خير.